بص البشاميل بتاعي طلع تحفة ازاي، الرز بالبشاميل الطبقات باينة حلوة جدا، وعندي بصوا كل حاجة مظبوطة والألوان جميلة والبشاميل فوق. دايما جدتي ومامتي كانت تقولي لو البشاميل اتهز كده وماسك نفسه مش بيطلع، ماسك نفسه عامل زي الجيلي، يبقى انا كده عملته مظبوط جدا. هو كده مظبوط، حطينا شوية كريمة على الوش عشان تسيح مع الجبنة فتعمل لنا الطبقة دي. بصوا بقى النسخة الجاهزة بعد لما بيطلع بيبقى كريمي كده، بيبقى كله داخل في بعضه، مفيش جبنة محروقة. الطبقة بتاعت الكريمة اللي حطيناها خلت جزء بني جزء فاتح جزء غامق عشان يبقى صوص بشاميل جميل يشبع كده ويبقى لذيذ جدا. والرز تحت استوى واللحمة مستوية حلوة قوي، يعني وصفة هايلة جدا، لما تجربوها هتعجبكم جدا. انا واثقة ان انتوا هتعملوها كتير وهتكون من الوصفات اللي موجودة دايما في سفرتكم. اتمنى حلقتي النهاردة تكون حلوة ليكم، وتستنوني في حلقات جديدة من سفرة دايما. شكرا.